إليك ثلاثة طرق تساعدك على تطوير ذاتك، الأولى وهي تعلم مهارات جديدة، الثانية وهي أن تدير وقتك بكفاءة وفعالية عالية، الثالثة وهي أن تخرج منطقة الراحة الخاصة بك، وذلك من خلال ممارسة أشياء وعادات إيجابية رائعة بشكل يومي، مثل ممارسة 5 دقائق يعني رياضة، قراءة صفحة 1 يوميا، الاستيقاظ الباكر، وكثير من العادات الرائعة اللي ممكن هي يعني تجعلك تخرج منطقة الراحة الخاصة بك. وخليني أحكي لك يعني المزيد من هذه الفيديوهات، يعني حاول تتابع قناتي لأنه في سلسلة خاصة بتطوير الذات ممكن تغير وتساهم في تغيير حياتك بشكل كبير. من الآن فصاعدا حاول أن أنت تشترك وتتابع قناتي وتعجب بالسوشيال ميديا الخاصة بنا، وخليك دائما متابع لنا، ولو عجبك هذا الفيديو ما تنسينا من دعوة في ظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.